وعلى رأسهم مركز الدراسات التعاونية التنمية المحلية. يتعلق الأمر ببرنامج أوراش للتركيبة فقط، فهو برنامج أتى للتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للجائحة، وأتى من أجل تغطية بعض العجز المسجل على مستوى فرص الشغل، حيث وفر ما يقارب أو ما يعلو على 250,000 منصب كمرحلة أولى. عياد أزيران، عضو مكتب الدراسات التعاونية للتنمية المحلية ورئيس سابق. اليوم كنتواجدوا في فندق ميركي من أجل الاحتفال والمرحلة الأولى من انتهاء برنامج أوراش. البرنامج كيف ما هو معروف هو برنامج حكومي على امتداد ربوع الوطن، كيستهدف أساساً محاربة البطالة والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا. البرنامج كان فيه جوج مكونات أساسية. المكون الأول كيتعلق بصيانة المؤسسات من مختلف الجوانب، مؤسسة تعليمية أقصد، والجانب الثاني كيتعلق بالدعم التربوي. صاحب المشروع هو المجلس الإقليمي بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمديرية الإقليمية لوزارة الإدماج الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات. بطبيعة الحال تحت رئاسة عمالة الناظور في شخصية عامل الإقليم، اللي بهذه المناسبة كنحييوه على الجهود اللي بذلها منذ بداية التحضير، واللي وقف عن كثب متتبعا مختلف المراحل ديال المشروع. الهدف من الاحتفال اليوم ما كانش فقط باش نشكروا الشركاء ديالنا والاطر ديالنا على المجهودات ديالهم، بقدر ما هو كان من اجل استشراف افاق ديال المستقبل والوقوف عند المكامن الضعف والتعثر اللي بطبيعة الحال سجلتها التجربة في كأي تجربة إنسانية. ونحسن ونجود من أدائنا في مراحل مقبلة. وقبل ذلك أود أن أحيي السيد عامل الإقليم الذي منحنا الفرصة من أجل إدارة هذا المشروع، والذي وضع فينا هذه الثقة التي لم تكن سهلة، ومن خلاله نحمي جميع الأطر الإدارية في كل المرافق وفي كل القطاعات الحكومية المعنية بهذا المشروع. هدفنا من هذا اللقاء بطبيعة الحال ليس من أجل تلميع صورتنا أو التغطية على بعض القصور منا، بقدر ما هو إقرار أولاً بالثقافة الإيجابية التي نعتمدها في استراتيجيتنا وفي أساليب عملنا. وبالجهة الثانية فإن هذا الاحتفال هو ثمرة عمل ومجهود جماعي، لا بد أن نثمن ونعترف بمجهود الآخرين. وفي نفس الإطار لا بد من الوقوف عند مكامن الضعف والتعثر التي رافقت هذه التجربة القصيرة، ولكن كانت ملأة وحبلة بضغوطات كبيرة. وهنا نسجل سياق المشروع الذي اتسم بطابع الاستعجال ثم ضعف التنسيق، إضافة إلى تباين وسائل العمل لدى مختلف الأطراف
وقلة الموارد البشرية واتساع الرقعة الجغرافية للبرنامج والكم الهائل للمستفيدين. إذ كل هذه الكراهات كان من اللازم مواجهتها بالعمل الجاد وبالعمل الجماعي الذي نعتز به فيها. لذلك دعونا إلى هذا الحفل لنثمن مجهودات جميع شركائنا. إذا مرة أخرى نشد على أيدي جميع الشركاء الذين ساهموا في ثمرة هذا المشروع ونحييهم ونتعهد من أجل العمل مستقبلا على تحسين أدائنا. من أجل استكمال الصورة سأعطي الكلمة لجميع الإخوة المتدخلين في هذا المشروع والبدء بكلمة السيد رئيس مركز الدراسات التعاونية الدولية المحلية الأستاذ زكريا بنيان.